هنبدأ بحساب المساحات area computation. أول طريقة هنتكلم عليها النهاردة هي حساب المساحات للأشكال المنتظمة. فاحنا عندنا الطرق لحساب المساحات طرق analytical أو هي الطرق الحسابية، يا إما طرق تانية ودي اللي احنا هنتعرض لها في نص الشابتر اللي هي السيمي، يعني شبه حسابية سيمي كومبيتيشنال. طيب اللي هي الاوفست ميثود. طيب اول حاجة تعالوا نتكلم على مساحات اللي احنا عارفينها من واحنا في كي جي 2. اول حاجة لو انا بتكلم على مساحة او الاريا بتاعة السكوير، فانا عندي السكوير الاربع اضلاع قد بعض، فالاريا بتاعته على طول هي اللينس بتاعه ايه سكوير، كنا بنقول عليها اللي هي مربع طول الضلع. اما لو كان عندي مستطيل ريكتانجل عندي على طول الطول في العرض اللي هي ايه بي. لو انا عندي مثلث فانا هضرب البيس في الهايت نص البيس في الهايت عشان يديني مين، يديني الاريا نص البيز في الهايت، دي مساحة المثلث نص طول القاعدة في الايه في الارتفاع، هو عبارة عن نص مستطيل. هنا المستطيل ضربت الايه العرض في الارتفاع، لكن هنا ضربت الايه العرض او العرض في الايه في الارتفاع، بس خدت النص لان ده يعتبر نص مستطيل. طيب يبقى هنا نص البيس في الهايت، ممكن ده يبقى البيز وممكن الهايت ان انا اعمل عمود من الراس دي على الايه على البيز، ممكن اعمل ايه عمود كده، يبقى انا هضرب مين نص، برضو هتبقى نص البيز في الهايت. اما لو كان عندي مثلث مش عارف مش عارف الهايت، يعني انا معاك مثلا ايه طول الضلع ده وطول الضلع ده وطول الضلع ده، فانت بتكون المساحه عباره عن ايه، بيبقى عباره عن الروت اس، مين الاس ده هنعرف دلوقتي، اس ماينس اي في اس ماينس بي في اس ماينس سي، حيث الاي والبي والسي هي اطوال الاضلاع. اما مين هي اس دي بقى، اس دي هي نص المحيط. طب نص المحيط دي بنجيبه ازاي؟ اول حاجه خطوه هنعملها ان احنا هنجيب نص المحيط عباره عن مين، اي زائد البي زائد السي، مجموع الاطوال الاضلاع اقسمهم على 2 لان انا عايز نص المحيط، فنص الاي مجموع الاطوال الاضلاع اللي هو محيط المثلث. طيب لو ده لو كان معلومه 3 اضلاع بس. طب لو معلومه مثلا ضلعين وزاويه زي اي وبي والسي تلم بينهم، فعلى طول هيبقى المساحه هنا هتبقى نص اي بي في ساين الزاويه المحصوره اللي هي ساين ثيتا 1. طب لو مديني بي وسي ومعروف الزاويه كمان الثيتا اللي ما بينهم اللي هي الزاويه دي، يبقى هتبقى هاف في بي في سي في ساين ثيتا 2. طيب لو انا عايز اجيب مساحه المثلث بس انا مديك بس طول الضلع ده وطول الضلع ده ومديك الثيتا اللي ما بينهم، هتبقى هاف في اي في سي في مين في ساين ثيتا 3. طيب طريقه 2 3 4 5 6 على حسب اللي انت معاك ايه. هل معاك البيز مثلا وهايت فتقول نص البيز في الهايت، هل معاك الهايت بس نازل من الراس فانت تاخد بالك ان انت عندك الهايت فانت تقدر تجيب على طول الايه المساحه، ممكن تديك طول ضلعين والزاويه المحصوره فتقول ايه نص حاصل طول ضرب الضلعين في ساين الزاويه المحصوره بينهم، او يبقى انت معاك ثلاث اضلاع معلومه فتجيب من المساحه الاريا اللي هي عباره عن اس الروت اس في اس ماينس اي في اس ماينس بي في اس ماينس سي، وحيث الاس هي مين؟ هي نص المحيط، يعني اي زائد بي زائد سي على الاثنين. اما بالنسبه للباراليلوجرام اللي هو متوازي الاضلاع، فهو المساحه بتاعته عباره عن ايه؟ الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ البيز في الهايت. البيز في الهايت. ممكن دي تكون البيز وممكن ده كمان تكون الهايت، ممكن اعمل ايه؟ عمود من هنا، يبقى ده عمود. على حسب انا معايا ده والهايت ده الارتفاع ده يعني، ولا معايا البيز ده والهايت ده، على حسب. طيب ده بالنسبه لمتوازي الاضلاع او الباراليلوجرام. طيب انا لو عندي بقى الدايره دي، بقى الدايره دي المساحه الاريا بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي باي ار تربيع، حيث ار هو ايه؟ هو نص القطر او الريديوس بتاع الدايره. طيب خلي بالكم ان الباي دي هي نص زاويه الايه بتاعه الدايره، يعني الدايره كلها عشان اعمل دايره بلف 2 باي اللي هي 360 درجه،
فانا علشان اجيب المساحه بضرب نص الزاويه المركزيه في الايه، في الراديوس سكوير. طب لو انا عايز اجيب الايه، نص مساحه الدايره، لو دي نص دايره عايز اجيب مساحتها، هقول ايه؟ باي ار تربيع، دي مساحه الدايره كامله بس انا هقسمها على ايه؟ على 2. طب باي على 2، الزاويه المركزيه هنا باي، يبقى انا عشان اجيب مساحه النص دايره جبت نص الزاويه المركزيه وضربتها في الايه، في الراديوس سكوير. تعال نشوف دي كمان، المساحه ده ربع دايره، فانا هجيب مساحه الدايره، اكني هجيب مساحه الدايره كلها واقسمها على 4. طب انا عارف ان دي 90 درجه، الربع دايره دي 90 درجه. طيب انا عشان احسب قيمه او مساحه او المساحه بتاعه الربع دايره هقول باي على 4 في الار سكوير. طب مين الباي على 4 دي؟ دي نص الزاويه المركزيه، دي ب 90، دي 45، بس دي كله بالتقدير الايه؟ الدائري. طب لو انا عندي قطاع استنتجت هنا ان انا بجيب بضرب في الار سكوير، كله هضرب فيه الار سكوير، الار سكوير، الار سكوير. اما ايه هنا الجديد؟ ان انت هيبقى عندك الثيتا دي هتقسمها على 2. ليه؟ لان انا باخد نص الزاويه المركزيه، بس لو دي بالتقدير الستيني يعني 30 درجه 60 درجه مش عارف ايه، اضربها في كام؟ في باي على 180، علشان احولها للتقدير الدائري اللي هي بدلاله الباي. طيب ده كان البدايه، بدايتنا في كي جي 2. طب تعالوا بقى ايه نشوف الحاجات اللي ايه اللي ممكن جديد علينا، زي مثلا مساحه اللي هي مش جديده برضو، زي مساحه مثلا الايه، تعالوا نشوف برضو نفس الكلام. لو انا مديك هنا اليبس، اليبس زي ده، اليبس زي ده احنا عارفين ان هو كان ليه محور اكبر ومحور اصغر، يعني ده محور كبير وده المحور الاصغر. طيب كل ده مثلا لو باتنين ايه، يبقى الحته دي بكام؟ قد الحته دي، دي ايه ودي ايه. طيب طب لو ده كله باتنين بي، يبقى ده بي وده بي، لان الحته دي قد الحته دي. طيب الدايره قلنا ايه؟ قلنا باي ار سكوير، مش ممكن نعملها باي في ار في ار؟ تمام. طب انت ليه عملت كده؟ عشان اقول لك برضو ان الاريا هنا هي عباره عن الباي في نص القطر الكبير اللي هو باي في ايه؟ بي. اكن بدل ما ايه؟ هنا نص القطر مش ثابت، هنا نص القطر مش ثابت، فانا عشان اجيب مساحه الاليبس ده او القطع الناقص ده بضرب الباي في الايه؟ في الار سكوير. طب ما فيش هنا ار سكوير، هنا في ار، ار الاولانيه وار الثانيه، خلاص اضرب الار الاولى في الار الثانيه اللي هي الايه والبي. وهنحتاج القانون ده في حساب اخطاء القياس بالشريط. طيب ده الاليبس ودي الدايره ودي المثلث، يبقى ناقص لنا مين؟ ناقص لنا مساحه شبه المنحرف. شبه المنحرف مساحته عامله ازاي؟ هو بالشكل ده. لو هو اسهل شكل ليه ان هو يكون بالشكل ده، فاقول على طول ان انا عندي بيز 1 مثلا وبيز 2 وعندي ده مثلا الهايت. فانا عشان احسب الاريا بتاعته، عشان احسب الاريا دي، فالاريا بتساوي هجيب انا عندي هنا بيز وبيز ثانيه، بس دي مش قد دي، فايه رايك نجيب المتوسطه ما بينهم؟ يعني ايه نجيب المتوسطه؟ يعني نجمع ده ونجمع ده ونقسمهم على 2. تمام، يبقى بي 1 زائد البي 2 على 2. طيب واضربه في الهايت. ليه برضو انت عملت كده؟ ايش يعني؟ انا عايز افهم يعني ايه القانون ده. هو دي معناها ايه؟ معناها القاعده المتوسطه. يعني ايه القاعده المتوسطه؟ يعني انا خدت متوسط دول هيطلع مثلا ما بينهم هنا، فانا اكني رحت عملت شكل جديد خالص اللي هو الشكل ده. الحته اللي انا حذفتها دي حطيت ضفت حته كمان، ونفس الحته دي قد الحته دي، فخلاص فاكن الاريا بتاعتي بقت عباره عن مين؟ هو الطول ده من هنا لهنا، ده مين؟ ده الايه؟ ده القاعده المتوسطه اللي انا اخترتها، بدل ما اخترتش البي 1 ولا البي 2، لا اخترت قاعده متوسطه اللي هي دي، وضربتها في الهايت اكنه بالظبط بقى مين؟ بقى ريكتانجل، ضربت طول القاعده او العرض في الارتفاع على طول. تمام، دي بقى مين؟ دي مساحه الايه؟ شبه المنحرف. طيب شبه المنحرف ممكن يجي لي على صوره ثانيه؟ اه ممكن يجي على صوره ثانيه. ايه الصوره الثانيه اللي ممكن يجي بيها؟ تعالوا نشوفها هنا. هلاقي ان انا عندي شبه المنحرف ممكن يجي بالشكل ده، اي شكل بقى. هلاقي ان انا عندي اهم حاجه في الشبه المنحرف لازما ده، لازما ده بيوازي ده، يعني في ضلعين متوازيين والضلع الثالث انا ما اعرفش عنه حاجه. ممكن يكون هو هنا
ممكن يكون هنا ايه قائم، ده شبه منحرف قائم ده. طيب ده ايه شبه منحرف العادي؟ انا عندي هنا مين؟ عندي بيز 1 برضه وبيز 2 وعندي هايت. عايز اجيب الايه؟ عايز اجيب الايه؟ الاريا بتاعته. فالاريا بتاعته على طول بتساوي مين؟ بتساوي القاعده المتوسطه اللي هي بي 1 زائد بي 2 مجموعهم على عددهم هضربه في مين؟ في الهايت. كده انا قدرت اجيب مين؟ المساحه بتاع شبه المنحرف ده او ده. وده هنتعرض له لما ناخد قطاع عرضي للطريق، فلازم تبقى انت عارف ايه هي مساحه مين؟ مساحه شبه المنحرف ده. ده طريق مثلا، انا هعتبر مثلا ان ده طريق متخيل، فانا هاخد قطاع هنا، انا هاخد قطاع هنا مثلا، هاخد قطاع كده ايه عرضي في الطريق عشان احسب قد ايه المساحه او قد ايه العرض ده وقد ايه الميول الجانبيه، وهعرف مثلا قد ايه كميه الحفر اللي انا محتاجها او كميه الردم. هنتعرض يعني للمساحات دي. طيب دي اسمها الايه؟ الريجولار اريا. يعني انا عايز اجيب الايه؟ المساحه بتاع الشكل دي، بس الشكل ده بيميل ان هو يكون مثلث، فخلاص تعالى نجيب ايه؟ نعتبر انه مثلث ونطبق القوانين دي. اما بعد كده هناخد طرق تانية اللي هي الكورديت ميثود، اللي هي طريقه الايه؟ الاحداثيات، عن طريق ان انا يبقى عندي احداثيات اي شكل مثلا. طيب ناقص لنا برضو مساحه، مساحه برضو في الاشكال المنتظمه، مساحه متوالي المعين، المعين ده اطوال اضلاعه متساويه، ده قد ده قد ده قد ده، بس انا مش عارف الزاويه دي بكام، مش ب 90 درجه زي الايه المربع. طيب عشان اجيب مساحته بضرب طول القطرين دولت، يبقى مساحته عباره عن مين؟ بضرب القطرين هيبقى مساحه المعين هتبقى عباره عن نص حاصل ضرب القطرين، نص حاصل. يعني مثلا لو ده كله ب 2 ايه وده كله ب 2 بي، يبقى المساحه على طول هتبقى نص في 2 ايه في 2 بي، ده القطر، نص القطر الاول في القطر الايه الثاني، ودي مساحه مين؟ دي مساحه المعين. طب اي شكل بقى، اي شكل رباعي بقى كده عادي، اي شكل مش لازم بقى ايه ولا يكون مربع ولا يكون ريكتانجل ولا يكون معين، هعمل ايه؟ لو انا معايا طول القطرين ومعايا الزاويه اللي ما بينهم، يبقى هقول ايه؟ هقول نص حاصل ضرب طول القطرين في في ساين الزاويه المحصوره بينهم، يبقى الاريا هتساوي نص مثلا لو ده كله ب ايه وده ب بي والطول القطر الثاني ب بي، وعندي في الزاويه اللي ما بينهم اسمها سيتا، يبقى نص في ايه بي في ساين سيتا. دي كانت الريجولار اريا، وهنتكلم في الحلقة الثانية عن الكوردينيت ميثود. عندي في الريجولار اريا عندي شكل زي كده سميناه من شوية، لو جزء من دايرة سميناه سيكتور سيتا، وده ار مثلا وده ار، على طول الاريا هنا اسمها ايه؟ الاريا بتاعت ده اسمه سيكتور، يبقى الاريا بتاعته عبارة بتساوي مين؟ بتساوي نص الزاوية المركزية للتطهير الدائري. لو دي ب 60 يبقى هاخد نص برضه وهحولها للتطهير الدائري، يعني هضرب في 180. طيب وعلشان اجيب بقى الاريا هضرب في الار سكوير، يبقى انا هضرب نص الزاوية المركزية للتطهير الدائري واضربه في نص الكوتر سكوير. ده لو كنت بجيب مساحة السيجمنت. طب لو انا بجيب مساحة السيجمنت، مساحة السيجمنت بجيبها ازاي؟ لو انا عندي مثلا ده سيجمنت، السيجمنت ان انا اجيب مساحه الحته دي، الحته دي عباره عن مين؟ عباره عن السيكتور، مساحه السيكتور ناقص المثلث ده. طيب يبقى الاريا هنا بتساوي مين؟ بتساوي مساحه السيكتور كل عباره عن مين لسه جايبينها اهي، سيتا على 2 في باي على 180 في ار سكوير. طيب هطرح منه ماينس من مساحه المثلث ده عشان يجيب لي مين؟ المساحه دي. يبقى انا اكيد بجيب مساحه الشكل الكل واخد منه المساحه دي، هيديني مساحه السيجمنت ماينس منه ايه؟ اللي هي مساحه المثلث ده. المثلث انا عارف طول الضلعين فيه، وعارف الزاويه المحصوره اللي هي عباره عن نص حاصل ضرب الضلعين، اي ضلعين فيه الزاويه المحصوره بينهم ساين الزاويه المحصوره بينهم، هضرب ده في ار سكوير ساين الزاويه المحصوره بينهم ساين سيتا. دي كده مساحه السيجمنت. طب لو انا بقى اتكلم على مساحه الشكل اللي تحت ده، او اي شكل تاني مغلق، مش مهم يكون اربع اضلاع، ممكن يكون اكتر، بيسمع طريقه الايه؟ الاحداثيات. بجيبها ازاي بقى؟
شكل مغلط زي ده. لمعلومية، أساسيات الرؤوس اللي هي مثلا ممكن نسميها إكس واي أو ممكن نسميها إف إن، بس هنكتشف بعد كده إن إحنا بنمشي على في المساحة الصيفية في الكورس الصيفي إن ده الشرق والشمال، يعني بدل إكس واي بقى إيه إف إن. فلازم نتعود عليهم من دلوقتي. طيب إحنا دلوقتي عندنا مثلا المساحة عاملة إزاي عشان نحل إن هو بيجي مساحة شكل زي ده كله؟ بيجي مساحة طبعا ده الريجولار أريا. طب في مساحات تانية ممكن نجيبها عن طريق الانتجريشن، ودي مش هنتعرض لها كتير قوي في الكورس بتاعنا. دلوقتي هنجيب مساحة الشكل ده، هنعمل هنفرد كده مسائل الكوردريت اي بي وان بي اي سي وان سي اي اي دي وان دي. طيب انا عشان اجيب مساحه شكل زي كده، طب خلي بالك انت هتكرر دي او مره تاني ممكن. طيب تعالوا بقى نشوف هنحسب ازاي المساحه دي. لو انا ضربت ده في ده وضربت ده في ده وضربت ده في ده وضربت ده في ده هيديني رقم، دول عباره عن ارقام اصلا. طيب فانا هقول اليو بيساوي ده في ده اللي هو اي اي في الان بي بلس اي بي في ان سي اي بي في ان سي زائد اضرب ده في ده اي سي في ان بي ان بي. طيب زائد ده في ده يبقى زائد الاي دي في الان اي. طيب جبت اليو، تعالوا بقى ايه نجيب حاجه تانيه اسمها ال 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 دي ال دي بقى عكس اللي انا عملته ده، عكس السهل ده. ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده بالترتيب كده ده في ده وده وده. طيب هيبقى ان ايه الرقم ده اللي هو ان ايه في الاي بي زائد الان بي في الاي سي زائد الان سي في الاي دي زائد ال ان دي في الاي اي. بعد ما جبت اليو والان اليو والال اعمل ايه؟ عشان اجيب الايه؟ الاريا بتاع الشكل ده هروح قايل هجيب اليو ماينس منها ال ال، فممكن يطلع رقم سالب، اخد الابسليوت عشان انا بجيب مساحه بجيب الاريا، لازم الاريا تكون عندي رقم ايه؟ هتكون عندي رقم موجب، واضرب هنا في نص كده دي ده انا كده جبت مين؟ كده انا جبت الاريا بتاع اي شكل ده. هعمله بالشكل ده، هفرد الاول الكوردريت بتاع كل بتاع الشكل كله بتاع الرؤوس المثلث بتاع الرؤوس اي شكل، وهكرر اخر واحده تاني هكررها في الاخر بس، وهعمل اللي انا عملته ده. هجيب اليو لقيته عباره عن ده زائد ده زائد ده زائد ده، وهعمل اليو دي كده هطلع هيطلع مع اليو ال اضرب ده زائد ده زائد ده زائد ده، وبعد كده هيبقى معايا اليو وال. اقول اليوم انا سيل اللي هجيبهم في الابسيوت عشان دايما الدنيا لازم تبقى قيمه موجبه واضرب في نص. طب ايه اللي هيخليها قيمه سالبه؟ يعني ينفع اطلع بقيمه سالبه؟ اه، لان الكوردينيت ممكن تخليها قيمه موجبه او قيمه سالبه، زي بالظبط كده يطلع لك مساحه لما تدخل تجيب مثلا الانتجريشن يطلع لك مثلا ايه؟ انت عملت مثلا حاجه زي كده، فانت لو عايز تجيب الايه؟ المساحه بتاعت دي تطلع لك بالسالب علشان هي في المحور الواي السالب او المساحه نزلت تحت عند محور الواي السالب. طيب دي طريقه، تاني طريقه اسمها طريقه الكوردينيت ميثود او طريقه الاحداثيات بمعلوميه الاحداثيات، يعني اجيب شكل بمعلوميه الاحداثيات.